السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ما زلنا في نهايات عام 1992، ودي اللي احنا بفضل الله سبحانه وتعالى استطعنا اننا نفتح فيها مكاتب في اماكن مختلفة في اوروبا، برؤية ان احنا نجمع نهتم شوية بتجميع الاموال علشان نصرفها على المكاتب اللي احنا بنفتحها في البوسنة وفي بنغلاديش وفي السودان الى اخره. وطبعا في السنة دي بالذات يعني تمكننا بفضل الله سبحانه وتعالى من تسجيل مكاتب في بلجيكا، في هولندا، في المانيا، وفي فرنسا. طبعا من انشط الشخصيات اللي التحق بالإغاثة هو الاستاذ رشيد الحل، اللي اصبح مدير الأمثيل في مكتب فرنسا، واللي قبل بلاء حسنا إلى يومنا هذا. بعد كده هو كان في الدكتور جمال زهري اللي أسس مكتب الإغاثة الإسلامية في بلجيكا وهولندا. بعد كده الدكتور علي حسنين، ودول كانوا في بروكسل، اللي هو في بروكسل وفي أمستردام. بعد كده الدكتور علي حسنين ربنا يديله الصحة أيضا، اللي أسس مكتب الإغاثة في مدينة ميونخ عشان كان ساكن في ميونخ. الشخصيات دي كانت شخصيات محترمة جدا جدا، وما زالت هي محترمة جدا جدا. تعرف المجتمع المحلي، تتعامل معه بمقدار عالي من الشفافية والموضوعية، تتكلم اللغة المحلية بطلاقة، وعندها انتماء لفكرة العمل الإنساني والعمل الخيري المجتمعي. كانت العلاقة العضوية بين الإغاثة الإسلامية في بريطانيا وكل هذه المكاتب ان احنا نتكفل بكل الاشياء اللي هم يحتاجوها، اللي هي الطباعه، اللي هي عمل الاعلانات، التصميمات، المصاريف الاداريه الى اخره الى اخره الى اخره، عشان نقدر ايه نحقق لهم اللي هم يعني نديهم الفرصه انهم ينموا في ظل وجود مكتب رئيسي قوي في برمنغهام. كانت فترة 92 هي طبعا القضية الكبرى اللي كانت في عام 1992، بدأت على العالم كله هي قضية البوسنة والهرسك والحرب والصراع الدائر ما بين الصرب من جهة كأرثوذكس والكروات ككاثوليك والبوسنويين كمسلمين إلى آخره. كان الصرب كانوا بيحاربوا كل الناس. طبعا مش هنخوض في ماذا فعل الصرب في الكروات، ماذا فعل الصرب في المسلمين البوسنويين، ماذا فعل الصرب في الأقليات الأخرى اللي كانت موجودة في ما نسميه يوغوسلافيا في هذا الوقت. ده كان الشكل العام بتاع عام 1992. أنا أقول برضك وألاحظ أيضا أن مناخ الحركة ومناخ المساحة اللي كانت تاخدها مؤسسات المجتمع المدني في أوروبا في ذلك الوقت كانت أكبر بكثير وأقوى بكثير مما هي موجودة عليه الآن في السماح للجمعيات، سواء كانت جمعيات للجاليات المهاجرة أو المحلية، أنها تنمو نمو قوي جدا جدا جدا. وكان والحمد لله حافظت كل الدول في أوروبا على شبه من حياديتها كي لا يصبح في هناك عنف وتطرف وإرهاب داخل أوروبا، خاصة إن الحرب القائمة في البلقان كانت حرب ما بين المسلمين والمسيحيين هناك، والمسلمين ما كانش فيهم أي طرف إلا أنهم كانوا بيدافعوا عن نفسهم. لكن عدت هذه السنوات الأجاف علينا كلنا بالآلام بتاعتها والأحزان بتاعتها، لكن استطعنا إننا شبكة الإغاثة الإسلامية في أوروبا تتمدد وتقوى، من بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وكذلك ألمانيا، ودول الدول اللي احنا حاولنا ان نفتح فيهم وفتحنا فيهم. فبعد ما كده بدأنا نتمدد على إيطاليا اللي كان ما زالت الجالية فيها ضعيفة جدا جدا جدا، وكان المكتب يعني شبه غير موجود لأنه كان لا يؤتي ثمار كثيرة جدا. لكن الثمار كانت أكبر الدول معانا هناك اللي هي فرنسا وألمانيا طبعا بالطبع. ده كانت مناخ عام 1992 اللي احنا بنتكلم عنه بعد ما بدأت تتضح الرؤية للإغاثة الإسلامية كيف تنتشر
في أوروبا، وكيف توازي هذا الانتشار بين أوروبا ووسط آسيا وبين وسط آسيا كذلك والمكتبين الأخرين لما بنغلاديش وبنغلاديش والسودان. ونراكم في محطة أخرى في 1990.